يا اهلا بحضراتكم من معسكر نادي سموحه استعدادا لمسابقه الدوري المصري الممتاز. يشرفني وينورني واحد من افضل مدربي الدوري الممتاز على مدار مواسم سابقه كثيره جدا، في كل خطوه ليه انجاز، في كل خطوه ليه بصمه كبيره، عدد كبير جدا من نجوم الكره المصريه، الفضل الاول بعد ربنا في موهبتهم او في الشغل الفني اللي عملوه في المباريات الكثيره جدا في مسابقه الدوري الممتاز مع الفرق اللي دربها، كان الفضل يرجع للكابتن طارق العشري. كابتننا الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لسموحه ضيفي في هذه الفقره من معسكر نادي سموحه وتدريبات نادي سموحه استعدادا للموسم الجديد. كابتن طارق مشرف ومنور كالعاده، ودايما بفرح وبنبسط جدا بالتواجد مع حضرتك. انا لسعيد يا كريم، طبعا انتم مشرفينا في النادي، تحياتي ليك ولاسره البرنامج. ان شاء الله تكونوا مبسوطين معانا هنا في النادي، وان شاء الله الحلقه تطلع كده جميله زي جميع الحلقات اللي احنا قدمناها ان شاء الله. يا رب يخليك. هو اللطيف في الموضوع بقى ومن حظنا الحلو ان احنا حضرنا تدريبه لسموحه، شفنا تدريبه حلاوتها، شفنا شويه تفاصيل كده فنيه لطيفه عشان نغششكم اياها، يعني عشان مش هينفع نعمل كده، ما كانش هينفع نصور الشغل الفني اللي كابتن طارق بيعمله، بس انتم بتشوفوا الشغل اللي بيعمله كابتن طارق في الملعب. استعدادات الموسم الجديد يا كابتن طارق، انا شايف فرقه محترمه، واضح ان الفرقه اتكونت بشكل كمان كويس جدا، انت راجل كمان بتعرف تختار كويس اللاعبين، وشفنا ده مع طلائع الجيش ما شاء الله. طلائع الجيش كل النجوم اللي في الفرقه بقوا مطلوبين في السوق، واللي ما طلعش فهو ما زال مطلوب، واللي طلع طلعوا كتير من طلائع الجيش، دايما الفرقه بتشتغل معاها، اللعيبه بتطلع بفرق كويسه جدا، والان اللعيبه بتلعب في سموحه، وسموحه ايضا فريق محترم جدا. ما فيش شك، يعني خلينا اقول ان هناك في عامل مشترك بيني وبين مجلس الاداره لتنفيذ استراتيجيه معينه احنا متفقين عليها، بناء جيل جديد متوسط اعماره من بين 25 27 سنه 22 23، في رؤيه كبيره جدا كمان لقطاع الناشئين بالتنسيق مع الدكتور عطيه السيد رئيس قطاع، لاعطاء قدر كبير جدا للناشئين بشكل كبير، في تدعيمات من الخارج بلاعبين جيدين، في طبعا استغناء عن بعض اللاعبين لوجود موارد ماديه للنادي، بحيث ان احنا برضو ما نكلفش النادي على ميزانيته بشكل كبير جدا. بعنا عبد الكبير وادي بمبلغ جيد جدا، بعنا كناريا بمبلغ جيد جدا، وكمان احنا عملنا يعني انتدابات جيده جايه طبعا، ما فيش شك طبعا احنا حزين طبعا لاصابته، لكن عامل مؤثر. قبل ما يدخل على الهواء قلت لي ان اجاييه في المنظومه بتاعتك وفي الشغل الفني اللي انت كنت مجهزه كان ليه دور كبير طبعا جدا. دور كبير جدا، والصراحه كان داخل يعني زي ما انت بتقول اللعيب نفسه مفتوح، هايل، راجع للدوري المصري تاني يعني بتشوق كبير. هو كان السنه اللي فاتت في الدوري الليبي وكان احد علامات البارزه نادي النصر الليبي، وانا كنت متابعه بشكل كبير جدا، فلما جيت لقيته في نادي سموحه فرحت جدا جدا. في صديق برضو من العناصر الاساسيه، في حسين، جبنا بواتينج، حسين فيصل طبعا بواتينج، عاوز ارجع حسين لمستواه، وده يمكن كلمت معاه بشكل كبير. في عناصر جيده جدا في الفرقه، حسين فيصل، في خالد عبد الفتاح، في شريف رضا، في جمال، احمد جمال، يعني جبنا انتداب جيد جدا من نادي الاسماعيلي، احمد مصطفى، احمد مصطفى، لعيبه جيده جدا جدا، وانا متابعه من ايام الداخليه قبل ما ينتقل كمان لجينت البلجيكي، بعد رجعته النادي الاسماعيلي، يعني ممكن تطلع منه بشكل كويس جدا. لعيب كويس جدا يا كابتن طارق، واعتقد انه هيلمع مع حضرتك كمان مع سموحه السنه الجايه، والناس كلها هتتكلم طبعا عنه. يعني انت عندك هاني سليمان حراسه المرمى، مجموعه كبيره جدا، الحكم جبنا شوشه من النادي المصري برضو، في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الجيدين، انا مش عاوز بس انسى حد من اللاعبين، لان هم يعني كوكبه احنا عملناهم حوالي بتاع 25 27 ولد بشكل كويس جدا جدا، ان شاء الله نعتمد عليهم ويبقوا الدعم الرئيسي. عملنا بلان سي ودي اللي هم القطاع الناشئين، فرقتين 22 ولد جيدين جدا برمزج، ودول اللي هم هنبتدي نطعم بيهم الفريق الاول ونكمل بيهم المشوار، لان احنا تعرف ان احنا مشاركين على الصعيد الكره العربيه في البطوله الدوري البطوله العربيه، ثم البطوله المحليه عندنا سيمي فاينل في الكاس، وده بطوله يعني قصيره تستطيع انك تركز فيها بشكل كويس جدا جدا، وانك تحقق ممكن تحقق طموح دخول بطوله لاول مره لنادي سموحه. ايوه تارجت ان احنا عاوزين نعلى في التارجت ومنايل في المركز السادس، وده طبعا بالاتفاق مع مجلس الاداره بخط طبعا الاستاذ وليد عرفات، مجلس اداره متفاهم وداعم بشكل كبير جدا جدا، وعنده طموح، وده يمكن احد الاسباب اللي خلاني يعني اتولى نادي سموحه، على الرغم ان انا احد ابنائه، يعني انا هنا عضو عامل في النادي طبعا، متواجد دايما في التنس، هاي فقريب من الاحداث بشكل كبير جدا جدا. نفسي انا نفسي اقدم شيء
جيد للنادي بحيث ان يرتقي ويقدم حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى، كمان تعلي التارجت وسقفه كمان باذن الله تعالى. اعمده اساسيه زي مروان حمدي، اركام على الموسم اللي فات، مروان حمدي، عبد الكبير الوادي واخرين رحلوا عن الفريق، والفريق كان باني عليهم كتير السنوات الماضيه او السنه اللي فاتت تحديدا، اتحدث عن السنه الماضيه. هل سموحه ممكن يتاثر هذا الموسم برحيل مثلا مروان وعبد الكبير تحديدا؟ يعني شوف، انا لما جيت لقيت مجموعه كبيره جدا، نفس المشكله اللي كنت بعاني منها في طلائع الجيش، مجموعه جدا كبيره من الاعارات، وده ما يدينيش ثبات فني. لو انا ببني مشروع صح، لابد من الاستمرار على الاقل للاعيب معاك اللي انت بتشتغل معاه من اول الموسم، من السنه دي عاوزه يمتد معاك على الاقل 3 4 سنين عشان نكمل المشروع بشكل كويس جدا ونقدر نعمل ثبات فني. وده يمكن اللي انا ابتديت احط ايدي عليه بشكل كبير جدا. كل اللاعبين اللي انا يعني انتدبتهم هذا الموسم كلهم لهم امتداد عقدي على الاقل سنتين مع النادي، على الاقل ما كانش 3 سنوات، وده طبعا بيديك الثبات الفني اللي انت محتاجه كمدير فني. صحيح، كان احد الاسباب طبعا لما جيت مروان حمدي من اللعيبه اللي يعني ادت موسم جيد جدا مع نادي سموحه، لكن في الاخر راح لنادي الزمالك والزمالك استفاد منه ببيعه كبيره جدا، 23 مليون دخل لخزينه الزمالك 23 مليون. صح، الاستفاده الفنيه مفيش شك فادت نادي سموحه، لكن الاستفاده الماديه فاد بيها نادي الزمالك. مزبوط، وده اللي احنا بنعمله، بنحاول نعوضه بشكل كبير جدا. شكري، ظهير الايسر، رجب نبيل، رجب نبيل برضو احد اللعيبه الاساسيه برضو ماشى، حمدي علاء من اللعيبه برضو الاساسيه في خط الوسط. طب ليه عبد الكبير وادي ما قدرتش تحافظ عليه؟ عبد الكبير ليه كيس معين يعني، عنده السنه دي اخر سنه، السنه دي اخر سنه واحنا محتاجين نعمل دخل للنادي بشكل كبير جدا، والعرض اللي اتعرض عليه 17 مليون ده برضو عرض كبير جدا. وعبد الكبير كمان يعني طلباته السنه الجديده طلبات يعني امكانيات كبير، كبيره جدا يعني، واحنا لينا يعني حطينا سقف معين بنتحرك فيه في التدعيمات بشكل كبير جدا. ففضلنا ان احنا نجدد في طموح في لاعبين جيدين ونعوض الكلام ده بتواجد بواتينج، بتواجد نادي، بتواجد حسين فيصل، يعني انا قصدي المكان متغطي بشكل كبير جدا حتى على مستوى قطاع الناشئين، في ولاد برومزج وقاعدين في المكان ده بشكل كويس جدا جدا. فاحنا يعني امننا نفسنا بشكل كويس، استفدنا من الناحيه الماديه ودخلنا دخل للنادي بشكل كويس، وكمان ان شاء الله مش هنحس بالنقص ده في خلال المباراه باذن الله. كابتن طارق، من دي من ناحيه اللي انت بدات تدعم الفريق بشكل كويس وتدعم باللاعبين اللي انت عايزهم، هل دلوقتي حاسس انه لسه في نقص في الفريق انت محتاج تدعمه، ولا خلاص انت كده قفلت الفرقه؟ والله شوف، انا بنسبه يعني 98%. 98% استقرينا، عامل يعني في كل مركز عنصرين جيدين، والثالث هو القطاع الناشئين، وده اللي يعني اللي عملناه بشكل كويس جدا جدا. طبعا في الشك في لينك بيني وبين الدكتور عطيه جيد، بحيث ان احنا ندي امل للقطاع ان هم يبقى عندهم، عندنا حوالي 5 لاعبين من القطاع بيتمرنوا مع الفريق الاول، وكمان ان شاء الله باذن الله يحجزوا مكان من بدري كمان. ليك انت دايما متطلبات في خط الدفاع كابتن طاهر العاشي مختلف شويه، يعني خط الدفاع له متطلبات خاصه، هل المتطلبات دي موجوده زي موجود اللي موجوده في طلائع الجيش؟ موجوده بشكل كبير جدا، بنحاول نعوضها. مفيش شك طبعا في طلائع الجيش كان هناك الزناري والفيل والزوله، ودول من العناصر الاساسيه، ناصف من وراهم بسام، وصلوا لدرجه انسجام كبيره جدا. هو المشكله ان احنا نوصل للانسجام في وقت قصير، الفتره اللي فاتت دي كانت فيها تقلبات كتيره جدا بين اللاعبين عشان الاختيارات، وان انا انقل مكان واشوف ده ممكن يلعب مين، لان انا بحب اللعيب اللي عنده طبعا مرونه تكتيكيه، لاعب يسد لي 3-4 اماكن، ممكن اغير طريقه اللعب، اللاعب لازم يكون حافظ الكلام ده بشكل كويس. صح، جدا، ويساعدني بشكل كويس جدا. فيعني الى حد ما انا مبسوط ان احنا وصلنا في وقت قصير. على الصعيد البدني زي ما قلت لك احنا اشتغلنا بشكل كويس، على الصعيد المهاري مفيش شك طبعا يعني بنعلى، الصعيد الخططي لسه ما وصلناش لدرجه الاتقان البيرفكت اللي انا بتمناه طبعا، لكن نسبه 50% ترضيني في الوقت الحالي. في تفصيله عجبتني النهارده في التدريب، هقولها للساده المشاهدين وهقولها لك انا كمان، عشان انا بحضر تدريبات كتيره، يعني ببص على تدريبات فرق كتير عاده، يعني المدير الفني بيتواجد في جزء من التدريب، في جزء ما في التدريب، بس انا عايز اقول لحضراتكم مثلا الكابتن طارق العاشري في كل تفصيله في المران، حتى التسخين العادي هو الكابتن طارق العاشري واقف وبيدي تعليمات حتى في ادق واقل التفاصيل، طبعا عنده مساعدين اكفاء، بس هو طول الوقت بكل تفصيله هو موجود، دي ملحوظه انا لاحظتها حتى قلتها زمان. واحنا بنهتم بادق التفاصيل وبتفرق معايا كتير جدا جدا، لو تلاحظ يا كريم حتى في التفاصيل الصغيره داخل المباراه، شوف مثلا الاوت، بالظبط الاوت الهجومي، بهتم بيه جدا جدا، فده اللي احنا هننفذه. الحاجه الثانيه، انا من نوع المدربين اللي بحاكي المباراه، يعني اللي انا بمرنك عليه بطلبه منك في المباراه،
سواء على الصعيد التكتيكي والانتشار طريقة اللعب والأسلوب اللعب، حتى في الكرات الثابتة اللي أنت شفتها في الوحدات ديت دفاعيا هجوميا، مين هيوفي هنا الترتيب ده، كل دي تفاصيل أنا بهتم بيها لأن بتفرق معاك في الماتش وممكن ترجح كفتك وممكن تخسرك لو أنت تهونت فيها. طيب عادة كل الأندية بتبص على لاعيبة نادي الزمالك ولاعيبة النادي الأهلي اللي ممكن الأهلي والزمالك ما يحتاجوش ليهم في الفترات القادمة، فرقتين بتوع بطولات عندهم لاعبين كبار وخبرات، حتى الشباب بتوعهم شباب مميزين وبيشتغلوا بشكل كويس، على عينك على حد في الزمالك او في النادي الاهلي ممكن يبقى موجود في يعني احنا فاتحين مجال في النادي الاهلي خاصه مع كريم الدبيسي لما النادي الاهلي يعني يخلص مع وادي دجله، لعيب انا عارفه بشكل كويس جدا ممكن يضيف معانا، ممكن اللي بلاقوش في النادي الاهلي في محمد محمود برضو من اللعيبه اللي عنا عليها، ممتاز برضو من اللعيبه اللي انا مرنتها في وادي دجله لما كنت في وادي دجله، لعيب مش محظوظ في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي ممكن يلاقوا حظوظه معانا بشكل كويس جدا جدا، ولعيب انا شايفه واعد برومسنج الفرصه اللي مش لاقيها في النادي الاهلي ممكن يلاقيها معانا، وكمان يساعدني في تنفيذ المهام اللي انا بطلبها على صعيد نص الملعب. ممتاز جدا دي حاجه كويسه قوي في النادي، بعدين ما تنساش الاثنين صغيرين يعني في السن صح وده يفرق معاك في المشروع بتاعك بس الاثنين دول هيجوا اعاره مفيش شك، واعاره ده ضد الفكره بتاعت حضرتك شويه، والله في اماكن انت بتحتاج فيها الاعاره يعني انا الاعاره هتلاقي حاجات محدود مش كتير، لكن يعني درجة الأهمية القصوى فقط لا غير. السنة اللي فاتت عملت حاجة استثنائية جدا، طلع الجيش تقريبا بإمكانيات لا تقارن بإمكانيات كثير من الفرق في الدوري الممتاز اللي توصل بيهم للمربع الذهبي، سموحة يقدر يعمل ده الموسم ده يبقى موجود في المربع ده أحد أهدافنا إن إحنا وده يمكن اللي أنا دايما بغذي فيه اللاعبين الطموح وأنا ده الطموح اللي بحب ألعب عليه ويمكن الفكرة وصل للاعبين بشكل كويس جدا وده اللي هنبتدي نشتغل معاه، مفيش شك طبعا مفيش دخان بدون نار، لابد ان احنا نضاعف العمل 10 اضعاف الفرق الكبيره عشان تقدر تنافس اهلي الزمالك فيوتشر كل الانديه البنك الاهلي سيراميكا، شوف النهارده الانتدابات كلها ما شاء الله انتدابات كبيره جدا 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 وكل فريق بيامن نفسه نظر يعني اعدادا للموسم الجديد، فانا شايف ان المنطقه ديت من المركز الاول المركز الثالث هيبقى فيها شراسه كبيره جدا 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 ان شاء الله كمان سموحه تكون متواجده وده اللي بحاول ازرعه للاعبين. سموحه عجبني عجبني استقبال اللاعبين وتاقلمهم واستوعبهم بشكل سريع وثقتهم فيه وده طبعا الكواليتي بيفرق كتير جدا جدا. سموحه قدم السنه اللي فاتت حسين فيصل ومروان حمدي المنتخب مصر وتالقوا وعملوا اداء كويس، تتوقع الموسم اللي جاي ممكن سموحه يطلع كام لاعب لمنتخب مصر الاول من الاسماء اللي انت شايفهم من المواهب اللي انت شايفها؟ والله في مواهب كتيره جدا عندنا ولو فعلا مشينا بنفس الخطه اللي احنا مشينا فيها مع طلائع الجيش في اكتر من عنصر جيد طبعا انا مش عاوز احدد لا من غير لكن في عنصر في عنصر جيد يعني لا يقل عن 4-5 لاعبين ممكن ينضموا للمنتخب المصري في مختلف الاماكن. كابتن طارق حضرتك شرفتني ونورتني، انا سعدت جدا باللقاء معاك وبشكرك على كرم الضيافه العظيم دوت وتجربه حلوه مكانك وبيتك وانت عارف انت يعني شخص عزيز عليا ودايما البرامج بتاعتك ناجحه يا رب ودايما انا بحب اتواجد معاك باذن الله. يا رب يخليك يا طارق، اشوفك على خير وموفق دائما ودايما واحد من احسن المدربين لم يكن افضلهم في مصر. شكرا يعني كريم. شكرا ده كان لقاءنا مع الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحه، لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله.